نحن بحاجة لتقييم نهاية اقتراب إكس من ما لا نهاية لأربعة إكس تربيع، أربعة إكس تربيع ناقص خمسة إكس، وكل ذلك مقسوم على واحد ناقص ثلاثة إكس تربيع. إذن ما لا نهاية عبارة عن عدد غريب، لا يمكنك أن تتصل بما لا نهاية وترى ماذا يحدث، لكن إذا أردت أن تقيم هذه النهاية فما تحاول ربما أن تفعله هو أن تقيم. إذا أردت أن تجد نهاية اقتراب هذا البسط من ما لا نهاية، تضع عددا كبيرا جدا هنا وسترى أنها تقترب من ما لا نهاية، حيث أن البسط يقترب من ما لا نهاية كلما اقترب x من ما لا نهاية. وإذا وضعت أعدادا كبيرة جدا في المقام فسترى أن ذلك أيضا حسنا ليست ما لا نهاية تماما. 3x تربيع سيقترب من ما لا نهاية لكننا سنطرحه. إذا طرحت ما لا نهاية من عدد لا نهائي ما فإنه سيكون سالب ما لا نهاية، فإذا أردت أن تقيم البسط على ما لا نهاية فستحصل على موجب ما لا نهاية في المقام، ستحصل على سالب ما لا نهاية. لذا سأكتب بهذه الطريقة سالب ما لا نهاية، وهذا واحد من النماذج الغريبة التي يمكن أن تطبق عليها قاعدة لوبيتال. ربما أنك تقول لماذا نستخدم قاعدة لوبيتال؟ أعرف كيفية القيام بهذا دون الحاجة لقاعدة لوبيتال، وربما أنك تفعله أو يجب عليك ذلك، وسوف نقوم بذلك بسرعة، لكنني أردت أن أوضح لكم أن قاعدة لوبيتال تنجح لهذا النوع من المسائل. وأنا في الحقيقة أوضح لكم مثالا يحتوي على ما لا نهاية تقسيم سالب أو موجب ما لا نهاية بنموذج غريب، لكن دعونا نطبق قاعدة لوبيتال هنا. فإذا كانت هذه النهاية موجودة أو إذا كانت نهاية مشتقتها موجودة، بالتالي فإن هذا سيساوي نهاية اقتراب x من ما لا نهاية لمشتقة البسط. إذن مشتقة البسط هي أي مشتقة 4x تربيع ناقص 5x يساوي 8x ناقص 5 تقسيم مشتقة المقام هي مشتقة الواحد يساوي 0، مشتقة ناقص 3x تربيع تساوي ناقص 6x. ومرة أخرى عندما قيمنا ما لا نهاية فإن البسط سيقترب من ما لا نهاية والمقام سيقترب من سالب ما لا نهاية. سالب 6 ضرب ما لا نهاية يساوي سالب ما لا نهاية، إذن هذا سالب ما لا نهاية. إذن دعونا نطبق قاعدة لوبيتال مرة أخرى. إذا كانت نهاية مشتقات هذه الأشياء موجودة أو الاقتران النسبي لمشتقة هذا تقسيم مشتقة ذلك إذا كانت موجودة، بالتالي فإن هذه النهاية ستساوي نهاية اقتراب X من ما لا نهاية. سأبدل الألوان لمشتقة 8x ناقص 5 تساوي 8 ومشتقة سالب 6x تساوي سالب 6، وهذا سيصبح إن هذا عبارة عن ثابت، لذا لا يهم ما هي النهاية التي يقترب منها فإنها ستساوي هذه القيمة. وما هي؟ إذا وضعتها بالنموذج الأقل شيوعاً أو النموذج المبسط فإنها تساوي سالب 4 تقسيم 3، إذن هذه النهاية موجودة. كان هذا نموذج غريب، ونهاية مشتقة هذا الاقتران تقسيم مشتقة الاقتران موجودة، إذن هذه النهاية يجب أيضاً أن تساوي سالب 4 تقسيم 3.
وبنفس الحجة تلك النهاية يجب أيضا أن تساوي سالب 4 تقسيم 3. وبالنسبة لهؤلاء الذين يقولون إننا بالفعل نعرف كيفية فعل هذا، يمكننا أن نستخرج العامل المشترك x تربيع. أنتم بلا شك على حق، وسوف أوضح لكم ذلك هنا. تعلمون أن قاعدة لوبيتال ليست الطريقة الوحيدة، وبصراحة بالنسبة لهذا النوع من المسائل فإن ردة فعلي الأولية ربما تكون ألا أستخدم قاعدة لوبيتال أولاً. يمكنك أن تقول أن تلك النهاية الأولى، إذا نهاية اقتراب x من ما لا نهاية لأربعة x تربيع ناقص 5x تقسيم 1 ناقص 3x تربيع تساوي نهاية اقتراب x من ما لا نهاية. دعوني أرسم خطا هنا لكي أوضح لكم أن هذا يساوي ذلك وليس هذا الشيء الموجود هنا. هذا يساوي نهاية اقتراب x من ما لا نهاية. دعونا نستخرج العامل المشترك x تربيع من البسط والمقام. إذا لدينا x تربيع مضروبة في 4 ناقص 5 تقسيم x، حيث x تربيع ضرب 5 تقسيم x تساوي 5x تقسيم. دعونا نستخرج العامل المشترك x تربيع من المقام. إذا x تربيع مضروبة في 1 تقسيم x تربيع ناقص 3، ومن ثم هذه ال x تربيع يتم حذفها. إذا هذا يساوي نهاية اقتراب x من ما لا نهاية ل4 ناقص 5 تقسيم x تقسيم 1 تقسيم x تربيع ناقص 3. وكم يساوي هذا؟ حسنا، كلما اقترب x من ما لا نهاية 5 تقسيم ما لا نهاية هذه العبارة تصبح صفر. إن المقام عبارة عن قيمة لا نهائية كبيرة فيصبح صفر، وذلك سيقترب من الصفر. وبنفس الحجة إن هذا سيقترب من الصفر، وكل ما يتبقى لدينا هو 4 وسالب 3. إذن هذا يساوي سالب 4 تقسيم 3. لذا لا يتوجب عليك استخدام قاعدة لوبيتال في هذه المسألة، وانتهينا.